مدير قسم البرامج قال لي إيلانا صباح الخير، شلونك؟ كيف الصحة؟ قلت له الحمد لله، بس في أهم من الصحة. قال لي شو أهم من الصحة؟ قلت له عايزة أذيع برنامج. أنت مدير إذاعة، أنا عايزة أذيع برنامج. أنا دخلت إذاعة في سنة 1960، هو في سنة 71 بدأ يبيع، وأنا كنت أعمل تقارير طبية، أروح المستشفى وعن كل ما جد وعما. تلقيت البرنامج، أطلقوا علي اسم الطبيب وراء الميكروفون، وهو كان جزء لا يتجزأ من حياتي وأنا أتكلم عنه. يشرفني ويسعدني أن ألتقي بك أستاذ الحنان ميلر ليتحدث عما قمت به وعن جولتي منذ 70 سنة، منذ أن تركت العراق وأتيت إلى هنا، والحمد لله. مواليد 31، يعني أنا الآن عمري 91.5. أوكي. اسمي كان كليريت تويغ، وانولدت في مدينة الإمارة جنوب العراق. أنت درستي في مدرسة يهودية ولا؟ لا، في مدرسة المعارف الحكومية. أصدقاء وصديقات، كنا ندرس سوا وكنا نتمشى سوا، و حياة كانت رغيدة معاهم. يعني الآن أنا أشتاق لهم، صديقاتي من الطفولة. شوف، كانت وحدي اسمها بتول معروف. ذات يوم أعطتنا المعلمة أن نحفظ قصيدة حافظ إبراهيم، أنا أحفظها 100 بيت. واو، كيف يمكننا ذلك؟ قلت لبتول صديقتي، قلت لها بتول اسمعي، انت خذي الكتاب وانا اخذ الكتاب، انت تمشي في الهاي ونتمشى ونقرا نقرا نقرا. غايت ساعتين ونص قريناها، لازم نستمع الواحد للاخرى. قلت لبتول يلا تعالي، قرينا، والله رحنا قرينا تمام، ولا غلطة ولا نسينا. رحنا بالامتحان جبنا 100، ويا ما أحلاها، شو أذكرها. لكن فيما بعد صارت اضطهادات وصار الفرهود، حادثة الفرهود، فاليهود خافوا، وأنا أقيل الكثير، الجامعات مغلقت وأقيل الكثير من الوظائف، فأنا كنت أمام الجدران، ما علي عمل، سنة ونصف. أنا أتوا إلي أصدقاء سألوني أتريدين تتعلم العبرية؟ قلت بالطبع. وهناك التحقت معهم وتعلمت اللغة العبرية. وذات يوم قالوا إننا سنسافر، وكان علي من الصعب جدا أن أقنع والدي أمي وأبي. قالوا ما الآن؟ إلى أين ستذهبين أنت وحيدة؟ قلت أنا سأذهب مع صديقاتي وأصدقائي، سأذهب. وأخيرا وافقوا وغادرت الإمارة وغادرت العراق. أي سنة؟ كانت في أواخر شهر ديسمبر سنة 1949. شلون طلعتي من العراق؟ هذه يعني قصة. طلعت آخر مرة، طلعت من العمارة في الطريق إلى البصرة، قالوا لنا ما تمشون بالسيارة، تمشوا هيك بالليل نمشي وبالنهار نقعد في بيت أرام.
وبالليل نمشي 10 أيام، 10 أيام وأنا أمشي أمشي أمشي. وبعدين صرنا وصلنا لهور، هذا أكبر أهوار العراق، هور الحويزة. وصلنا بعد 36 ساعة إلى طهران، خلونا في مقبرة مال يهود قديمة سكنونا فيها، جلسنا هناك 10 أيام. بعدين قالوا لي يلا حان موعد السفر، رحت بالطيارة. كان يوم سبت، أيضا يوم سبت بعد الظهر سافرنا بالطيارة. وصلت رأيت من فوق، رأيت الأنوار مزدهرة، واو يا رأس إسرائيل. ورأيت الأنوار ما أن نزلت من الطيارة حتى ارتميت على الأرض وقبلتها وقلت شيحيان وقيمان بلقان وزمان الزي، هذا ما قلته. رحنا بعدها إلى كيبوت كفر قلعدي، وأنا والشغل للكفر وأنا كنت في البيت مدللة ما أعرف أعمل ولا إشي. وصرت لازم أكنس ولازم أغسل، وكانوا يصيحون علي وصرت أبكي. يا أجدادي جدي كنا في بغداد في الأصل، بعدين مرض الطاعون خافوا الناس وهاجروا من بغداد إلى جنوب العراق. وجدي عبودي سلمان صويق معروف هاجر إلى الإمارة. هناك كان الإنجليز وكان جبور الحنا الشيخ من المسيحيين، فأناطوا وكالة شركة النفط الغافدين أناطوها إلى جدي وإلى زميله جبور الحنا الشيخ. هكذا كان وكلاء إلى أن توفي جدي، وأبي صار هناك مدير قسم الحسابات مدير الشركة. يعني كنا عايشين في طرف في طرف، ولهذا كان علي صعب لما جيت هنا للكيبوت، كان صعب جدا. شلون قررتوا تتركوا العراق؟ يعني كان حكم عسكري وكانوا يضطهدون اليهود، كان اليهود يخافون خاصة بعد أن أعدموا شفيق عدس، صاروا اليهود يخافون. وبعد حادثة الفرهود في العمارة لم يكن فرهود لكن خفنا، ولهذا أجوا قالوا لي ألا تريدين تعلم العبرية؟ قلت أكيد. وهذا السبب كان ما رحت لوزارة المعارف امتحنوني، كان واحد اسمه المفتش اسمه هالبرين. بعد ما امتحني وأنا أقولها بكل تواضع، امتحني قال لي شوفي أنا أبعثك للجامعة وأنت تدفعي نص ونحن على حساب على حسابنا نص. فكان زوج أختي معي وقالهم من فين أنا حاجي بالنص ده؟ من فين؟ فأروح سأل لي طيب أعينك معلمة، معلمة للغة العبرية، تصور معلمة للغة العبرية في إحدى القرى في الجنوب. نعم، أتت عمتي من العراق وابن عمتي، فذهبت إليهم إلى أورشليم القدس. وإذا ذات يوم سمعت أن الإذاعة إذاعة إسرائيل باللغة العربية انتقلت إلى أورشليم، فذهبت وقدمت طلب. قلت للمدير يشوف أنا أجيد اللغة العربية أعرف قواعد وأعرف هيك، قال لي يلا ابتدي. صرت سكرتيرة المدير، بقيت 13 سنة أنا سكرتيرة المدير، تبدلوا مدراء، راح واحد أجا الثاني وأنا معهم. أنا دخلت إذاعة في سنة 1960،
هو في سنة 71 بدأ يبيع، وأنا كنت أعمل تقارير طبية أروح للمستشفى وعلى كل ما جدوى سوق إسرائيل باللغة العربية في أورشليم القدس. كان لي بيتي أشتاق إليه، وأشتاق للمستمعين، وأشتاق للأطباء. في كل أسبوع كنت أستضيف اختصاصيين من هذا المستشفى أو ذاك من كف المستشفى، وكانوا يأتون ويتحدثون عن كل ما جد في الطب. وإضافة إلى ذلك كنت أذهب إلى بيت لحم، إلى نابلس، إلى رام الله، ألتقي مع الأطباء أو أدعوهم للإشراك للقدوم في الاستوديو ليتحدثوا. وفي القسم الثاني من البرنامج إجابة على رسائل المستمعين. بدأت الرسائل تأتي الواحد تلو الآخر، الواحدة تلو الأخرى، وإذا بيت يوم أتلقى رسائل من دول عربية لا تربط إسرائيل بها علاقات دبلوماسية، أما عن طريق الاتحاد الأولمبي أو عن طريق دولة أوروبية، ويسألونني أما إذا كان هذا الدكتور الذي تحدث بالبرنامج قادرا على علاجهم. كنت أترجم الرسائل وأخذها للدكتور المختص ليراها، فإذا وجد أن بالإمكان علاج المريض يقول له نعم، وربما أحيانا كان يطلب منه مزيدا من التفاصيل. صارت أمامي مشكلة، يعني المستمع يريد القدوم وأنا كيف لي، وأنا أعمل وحدي لا سكرتيرة ولا أي أحد، وهذا يريد العلاج يريد القدوم. ذهبت إلى قسم التأشيرات في وزارة الداخلية، أخذت لهم الرسائل، قلت للمدير شوف هؤلاء مرضى من دول عربية يطلبون النجدة، أنا أريد أن أساعدهم. قال لي طيب خليهم يبعثوا تفاصيل جواز السفر وسنرى إن كان بالإمكان ترتيب تأشيرة دخول لهم. هكذا كان مع مئات المستمعين. كنت أقول لهم فور وصولك إلى إسرائيل تأشيرة الدخول وصلت وهي في انتظارك على جسر العلمي أو في مطار بن غوريون. أرجو أن تتصل بي فورا وسآتي ليرافقك. هذا ليس من عملي أن أرافقه، لكن كيف يسمح لي ضميري؟ وأنا قلت له وقدمت له العلاج وأولاني الثقة، فكيف لي أن أتركه وحده في دولة في مكان لا يعرف اللغة ولا يعرف أحدا؟ كيف لي؟ أخذته معي وأخذت الكثير 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 وسترى الصور. أخذت الأثير وأنا لا أزال أتذكرهم، يا ترى كيف هم؟ يا ترى هل هم أحياء؟ أحياء يرزقون؟ كيف هم؟ أشتاق إليهم، أشتاق. البرنامج كان جزء لا يتجزأ من حياتي، عشته 3.5 عقود، وذات يوم تلقيت هاتف من مكتب رئيس الدولة حيم هيرتسوغ، طلب مني أن آتي إليه وأن آتي مع أطباء عرب ويهود. أخذت معي الدكتور أحمد زعيتر مدير مستشفى جبل داود للعظام في بيت لحم، واصطحبت كذلك البروفيسور يعقوب شانون مدير قسم الأمراض الجلدية في مستشفى بكور حليم. أخذناهم إلى حيم هرتسوغ، جلس واستمع. أنا بكل تواضع ما شافوني رأوني الصحفيين الأجانب، رأوني في مستشفى هداسة وأنا رايحة جاية مع العرب، وجلب ذلك انتباههم وصاروا يقابلونني. أول من قابلني هو توماس فريدمان في نيويورك تايمز، وكذلك مجلة تايم، وأيضا ريدر دايجست، لدي ريدر دايجست بكافة اللغات.
لو كانت عندك فرصة اليوم ترجعين تعودين إلى الإمارة إلى الإمارة بشكل عام؟ أنا كتبت أود زيارة أرجوكم، أود زيارة العراق، زيارة مسقط راسي، أريد رؤية الإمارة، لكن ما من أحد يرد ولا يجيب للأسف الشديد، وأنا في الانتظار. ربما يرونني هنا ويستجيبون لي لطلبي. يعني كانت حياتي أتذكرها بشوق. Like a bird on a tree I'm just sitting